السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنستنى نكمل مع بعض يا أولاد شرح حالة تدريبية كتاب المدرسة كونكت 6 الترم الثاني 2024 للصف الثالث. النهاردة إن شاء الله مكملين يونت 9 وات إز ذا ستوري، ما القصة. والنهاردة معانا ليسن 2 الدرس الثاني بنمبر 38 صفحة 38. عنوان الدرس A message in a bottle، يعني رسالة في زجاجة. A message in a bottle. A message in a bottle. ياريت يا ولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة وتابع صفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان يسيركم ان شاء الله كل جديد. بذكركم احنا بنشرح ونحل من كتاب المعاصر وجيم وبيت وكمان كتاب المدرسة. اي حاجة محتاجاها ندخل جوه القناة، نضغط من فوق على كلمة قوام التشغيل، هتلاقي قوام التشغيل للصف السادس، فيها كل اللي احنا بنقول عليه ده، كتب الخارجية وكتب المدرسة. نمبر 1 بيقول لك listen and read the beginning of a story. اسمع بقى النهاردة، شوف بداية القصة، لأن كملت القصة بتاع النهاردة دلوقتي بتكون في آخر درس من الواحدة إن شاء الله. فاحنا النهاردة معانا بداية إيه القصة. عند ولد اسمه توم. توم's grandparents يعني أجداد توم lived by the sea، كانوا بيعيشوا بجوار إيه ولاد باي، يعني بجوار البحر. The beach near their house، والشاطئ اللي كان جنب بيتهم شاطئ beach near their house was quiet and beautiful. الشاطئ كمان الولد كان هادئ وجميل، هادئ quiet. And he loved to go there with them، كان بيحب يذهب إلى هناك إلى الشاطئ معهم مع الأجداد. بيعملوا إيه؟ they swam، كانوا بيسبحوا. سيرفر يعني ركبوا الأمواج، يركب الأمواج سيرفر. And played games، ويلعب الألعاب. On the sand، على الرمال. One day ذات يوم they were swimming in the sea، كانوا بيسبحوا في البحر. When Tom saw a glass bottle، عندما يرى ايه زجاجة زجاجية يعني مصنوعة من الزجاج. In the water في الماء، فقال لجده look granddad، انظر يا جدي. Let's put in the trash، let's put it in the trash. trash اللي هي سلة القمامة، احنا نحطها في سلة القمامة يا جدي. الجد قال له I have a better idea، أنا عندي فكرة أفضل من كده، فكرة أفضل أو أحسن. said granddad let's write a message in a bottle، هيا نكتب رسالة في زجاجة. يكتب write. فالواد استغرب، قال له what is a message in a bottle، يعني ايه رسالة في زجاجة؟ قال له you write. الجد بدأ بقى يفسر، you write a message، انت بتكتب رسالة. on a piece of paper، على ايه ورقة. fold the paper يعني تطوي الورقة. and put it in the bottle، وتحطها داخل ايه الزجاجة. then throw، بعد كده ايه throw يعني يرمي، ترميها. throw the bottle out to the sea، ترمي ايه الزجاجة في إيه البحر. for someone else find، لكي يجدها ايه شخص اخر. يجد find else اخر، يبقى انت بتكتب ايه رسالة على ورقة وتروح ايه تطويها وتحطها داخل الزجاجة وترميها فين في البحر عشان واحد تاني يلاقيها. back at the house، رجعوا للمنزل. الجرانداد الجد washed the glass، غسل الزجاجة الجلاس بوتل. and gave Tom a pen، واداله قلم جاف. and a piece of paper، وورقة. Tom was writing his message، في الوقت ده was writing، ده زمن اسمه ايه ولازم ناخده النهارده، اسمه ايه الماضي المستمر. بنعمله ازاي؟ سهل جدا، بنجيب فيرب تو بي في الماضي اللي هي الوز والوير، الوز مع المفرد والوير مع الجمع، ونروح جايبين بعدهم الفعل المضاف له وهي اي ان جي. ده اسمه ايه يا ولاد؟ ماضي مستمر، الباست كونتينوس، بعبر عن احداث حدثت في الماضي ولكنها استمرت ايه لوقت معين. يبقى توم ووز رايتنج هيز مسج، توم كان قاعد بيكتب الرساله. وين؟ عندما. هنا بقى دي معناها عندما، تربط زمنين، قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. وين جراند ما، عندما ايه الجده كيم اتت ان ذا روم، الى الغرفه. يبقى وين يجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. يبقى توم ووز رايتنج هيز مسج، ده الحدث الاولاني، الحدث الطويل قطع حدث قصير، فبنجيبه ايه في الماضي البسيط. توم ووز رايتنج هيز مسج وين جراند ما كيم ان ذا روم. بتقول له وات ار يو دوينج، توم بتعمل ايه يا توم؟ لا I am writing a message in a bottle، أنا بكتب رسالة في زجاجة. Do you want to read it، تحب تقرأها؟ يقرأ read. بيقول لك جدته تحب تقرأ الرسالة؟ أدي الرسالة يا ولاد.
هلو مرحبا، ماي نيم از توم، انا اسمي توم. اي ام 11 ييرز اولد، عندي 11 سنه، اند اي ام فروم ذا يو اس اي، وانا من اي، من امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، يونايتد ستيتس اوف امريكا. ماي فيفريت ثينجز، اشياء المفضله، ار سبيس، هي الفضاء. انيمالز، الحيوانات، اند كولر بلو، اللون الازرق. وات ار يور فيفريت ثينجز، ده بقى بيسال سؤال للشخص اللي هيلاقي الزجاجه، ما اشياءك المفضله؟ بليز ايميل باك تو تيل مي، من فضلك ارسل لي رساله لكي ايه تخبرني. ماي ايميل ادرس، عنوان بريد الالكترون هو ده، توم at beachnet.com، سوري دوت يو اس اي، فروم توم، يعني من كاتب الرسالة؟ من توم. ان ذا نيكست داي، في اليوم التالي، توم ان هيز جراند بيرنتس واجداده وينت تو ذا بيتش، ذهبوا الى الشاطئ كالعادة، تو ثرو ذا بوتل انتو ذا سي، وكمان ايه، عشان يرموا الزجاجة في البحر. من ييرز باس، يعني مرت سنوات عديدة، ان توم جرو اب، وتوم كبر. هي اند هيز جراند بيرنتس فورجيت، يعني ايه، نسوا، نسى، فورجيت اباوت ذا مسج ان ابوتر، نسوا موضوع ايه، الرساله في الزجاجه ده. زين وان دي، بعد كده ذات يوم، توم ووز وركينج، توم كان يعمل، وين جراند داد سنت هيم ا مسج، عندما ارسل اليه الجد رساله. طيب كده ايه، القصه توقفت هنا، واكملها بقى فين، في اخر ايه، في اخر درس. listen and read again، استمع واقرا مره اخرى، make notes about the beginning of the story، اكتب ملاحظات على بداية القصة بتاع النهاردة. The characters are، من الشخصيات اللي عندنا النهاردة في القصة يا ولاد؟ من الشخصيات اللي عندنا الكاركترز طبعا، عندنا مين؟ توم، و توم's grandparents وأجداده. طيب السيتنج، مكان الأحداث ده كان فين؟ ذا بيتش، الشاطئ. The first important event، event اللي هو الحدث، الهام، الأول، إيه أهم حدث؟ قالك وين توم، لما توم so a glass، بطل، رأى زجاجة من الزجاج، in the water، في الماء. دي بداية الأحداث. work in pairs، اعمل في مجموعات مع زمايلك. what do you think happens next in the story، وأخمن بقى ايه اللي حدث في القصة بعد كده، حد هيلاقي الرسالة ويرد على توم، ولا محدش هيلاقيها؟ هنعرف طبعا. 39 language focus، we used the past continuous، بنستخدم الماضي المستمر، in stories for قصص، to say what was happening، علشان ايه، نقول ماذا كان يحدث، at a particular time، في وقت معين، in the past، في الماضي. we form it with، بنعمله ازاي، was aware، زي الفيرب اي ان جي، تمام. يسترداي افترنون، دي الكلمات الدالة، يسترداي افترنون، احنا حددنا بالامس، وكمان حددنا بعد الظهيرة. جون was walking his dog، كان بيمشي كلبه، اد was، والفيرب اي ان جي، يبقى جون was walking his dog، كده جملة في الماضي البسيط مع المفرد. we can also use the past continuous with when، بنستخدمه مع قاعدة when يا ولاد، اللي معناها كده عندما. in the past، في الماضي، past simple، to show when one action interrupted another in the past، علشان ايه، نبين ان في حدث interrupted، يعني قطع، another، حدث اخر، in the past، نستخدم when عشان تبين ان في حدث طويل قطع حدث قصير. one day، ذات يوم، they were playing، الحدث المستمر، ان هم كانوا بيلعبوا، in the park، في الحديقة. يبقى الحدث اللي قطع الحدث ده، الحدث اللي حصل ايه، او قطع اللعب، قال لك when
they found a note، وجدوا ايه؟ ملحوظة مرمية على الأرض. ملاحظ found، وجد. وين يجي بعدها يا ولاد؟ ماضي بسيط، وقبلها مين؟ ماضي مستمر. I was reading a book، أنا كنت بقرأ كتاب. when my dad came home، لما بابا رجع البيت. أدي الماضي المستمر وأدي الماضي البسيط. يبقى وين تربط زمان يا ولاد؟ حدث طويل بالماضي المستمر، حدث قصير بالماضي الايه؟ البسيط. find the underlined، find and underline يعني جيد، واكتب او خد خط. the past continuous form is in the story، عاوزك ترجع للقصة وتلاقي بقى أي حاجة ايه في الماضي المستمر طلع تحتها خط. was working. I am writing. Was writing. اهو. Were swimming، كانوا يسبحوا. Was writing. بس ولكن مفيش تاني. طب نرجع بقى، يبقى اجد وضع خط تحت يا اولاد الماضي المستمر فين في القصة. طيب complete the sentences with the past continuous or past simple form of the verbs in brackets، كمل الجمل دي بماضي مستمر او ماضي بسيط. فاطمة do her homework when she، فاطمة طب دي قاعدة وين؟ يبقى اللي قبلها ايه؟ ماضي مستمر، تبقى was. الدو نخليها doing. كانت بتعمل واجبها when she، الماضي من جد بقى ايه؟ got. a text message from her friend، جات لها رسالة من صديقتها. غادة and I يعني we were playing، كنا بنلعب computer games when her brother arrived، الماضي منها arrived home. I not watching، I wasn't، إن نفي الوز يا ولاد wasn't، I wasn't watching. لم أكن أشاهد تي في التلفزيون. when you call، الماضي من call called، مين؟ لما اتصلت بيا. اليو أسأل عنها في الماضي بيقول أنا عاوزين نعمل سؤال where you، المضارع هنحط يعني لها ing looking. where you looking at the phone، هل كنت تنظر في الهاتف. when I saw you، لما شفتك. in the street، في الشارع. يبقى كلهم when قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي مستمر. ولما أحب أنفي الwas أنفيها wasn't، والwhere أنفيها weren't. ولما أسأل على المفرد أسأل بوز، أسأل على الجمع أسأل بوير. What was happening yesterday، ماذا كان يحدث بالأمس. Use the past continuous to describe، لوصف الصور. حازم watch football match Egypt score goal، يبقى هنقول حازم was watching، كان يشاهد فوتبول ماتش، مباراة كرة القدم. الحدث الطويل ايه اللي حصل؟ حكي بقى من عندي وين؟ عندما وين ايجيبت، حكي بالماضي من سكورت تبقى سكورت. فمصر حرزت ايه يا ولاد؟ جوه الهدف. dad was reading a newspaper، كان يقرأ الجريدة. a newspaper when لينا، الماضي من كم بقى؟ came. يبقى بنجيب الماضي الأولاني ماضي مستمر، والماضي التاني ماضي بسيط. أيمن
was riding a bike، راكب الدراجة. when his phone، المودم الرنج يا ولاد، رانج يرن لما تليفونه ايه كان بيرن، المودم الرنج رانج لما تليفونه رن. reads a start of another story، اقرأ بداية قصة أخرى. underlined examples of the past continuous and circle examples of the past simple، يعني الماضي البسيط يا ولاد نعمل عليه دايرة، والماضي المستمر هيقلك لك ايش ده تحت خط. هنرى دلوقتي اي ماضي مستمر هاخد تحت خط، اي ماضي بسيط هعمل عليه دايرة. طيب my friend علي and I، صديقي علي وانا، were playing، كنا نلعب. طب ده ماضي مستمر هناخد ايه خط؟ in the forest، في الغابة. yesterday it was، ده ماضي يا ولاد ماضي بسيط. a lovely afternoon، كان بعد ظهيرة ايه الجو كان جميل جدا. and the sun was shining، كانت ايه مشرقة. we were، كنا، near my home، جنب ايه او القرب من منزلي. and we were sorry hoping يا ولاد، كده ماضي مستمر هنشد خط. we were hoping، كنا نأمل. to see، ان احنا نرى. some interesting animals and birds، ان احنا نشوف حيوانات ايه وطيور. we were walking، كنا ماشيين. along the path، على طول الطريق، طريق path. when suddenly، وفجأة. we saw، رأينا. قالت الهاوس بيت صغير، in the distance، على بعد مسافة. let's go and look at the house، علي قال له تعالى نروح يلا نشوف البيت ده ايه جواه، ندخل نروح نستكشفه. I was، انا كنت ايه a bit scared، كنت خايف قليلا. and didn't want to go، ولا اريد. طبعا ده برضه يا ولاد عارفين ده ماضي بسيط بس بنفي. didn't want to go، مش عاوز ايه اروح. but I followed، برضه ماضي بسيط، لكن انا ايه تابعته. followed him near the house، بالقرب من المنزل. there was، كان في ايه، تكمل بقى القصة. يبقى أي ماضي بسيط عملنا عليه دايرة، أي ماضي مستمر شدنا تحت الخط. you are going to write the beginning of another story، أنت سوف تكتب بداية لقصة. about finding something on a beach، عن إيه، إنك إيه وجدت إيه شيء على الشاطئ. before you write، قبل ما تكتب. make notes to answer the questions، اكتب إيه ملاحظات للإجابة على الأسئلة. which beach were you on، أي شاطئ كنت عليه. ممكن أقول له إيه Alexandria. what time of day was it، afternoon، بعد الظهيرة. who were with you، من كان معاك. ممكن يقول my parents، والدي، وأنا على الشاطئ كان معايا والدي. what was the weather like، الطقس كان عامل ايه. ممكن اقول كان ايه، كان fine، كان جميل، الطقس كان جميل. what were you doing، كنت بتعمل ايه. swimming، يسبح. surfing، يركب الامواج. what did you find، وجدت ايه. a glass bottle مثلا، وجدت ايه زجاجة ايه من الزجاج. ممكن نغير الفكر شوية، بيقولك ان هو بيقولك كتب عن قصة تانية. ممكن بدل ما هو ايه وجد زجاجة من الزجاج، ممكن يلاقي حاجة تانية. ممكن يقول ايه wooden box، لا صندوق خشبي طبعا ايه ومغلق. شوف بقى ايه الحاجات اللي جواه. طيب use your notes، اكتب ملاحظاتك. to write the beginning of your story، هتاخد بقى ده تحوله ايه لجمل.
To remember to use the past continuous يستخدم الماضي المستمر and the past simple والماضي البسيط. Yesterday مثلا I was on the beach كنت على الشاطئ near my house جنب بيتي. It was morning كان في الصباح أو afternoon زي ما احنا قلنا. And it was sunny الشخص الطقس ايه كان مشمس احنا قلنا fine هنزول عليه مثلا ايه sunny الطقس كان مشمس. I was walking with my friend كنت ماشي مع صديقي لا ممكن انا بقول parent زي ما انا كاتبت when we found a wooden box عندما وجدنا ايه صندوق خشب صفحة 40. read your partner's story beginning اكتب بداية قصة أصدقائك. What do you like about it؟ ايه أكتر حاجة حبيتها في قصص أصدقائك؟ What can your partner improve يعني يحسن؟ وإيه اللي معجبكش وعايز أصحابك ايه يحسنوه؟ Think about the فكر في الكاركترز الشخصيات. Setting اللي هو مكان وزمان الأحداث. Narrator الراوي. First important event الحدث الأولاني الهام اللي هو إيجاد الشيء. Work in pairs فكر في مجموعات. Role play and interview الانترفيو اللي هو الحوار. هتعمل حوار بينك وبين صاحبك. واحد يعمل نفسه جورناليست يبدأ يسأل أسئلة يعمل نفسه صحفي وانت تعمل نفسك ايه واحد من شخصيات القصة. فهو بقى عامل نفسه صحفي يسألك يقول لك ايه What happened in the story ما الذي حدث في القصة. انت بقى تعمل نفسك شخصية من القصة وتجاوب عليه وتقول له ايه character in the story who found something on the beach وجدت حاجة على الشاطئ. فالجواب على السؤال بقى تقول له ايه انا وجدت كذا I found a wooden box on the beach وجدت صندوق خشب على الايه الشاطئ and we opened it وكده يعني. Where were you اين كنت I was on the beach near my house. What were you doing كنت بتعمل ايه we were مثلا swimming كنا بنسبح. What was the weather like الطقس كان عامل ازاي it was raining it was sunny it was windy. أصف أي حالة الطقس دي الأسئلة اللي تبدأوا إيه ولا تسألوها إيه لبعضكم في الفصل. طيب present your interview ده الحوار to another student تبدأ بقى تعملوا إيه المحادثة دي قدام باقي الزملاء. You might like to record your service on your phones ممكن كمان تصوروا نفسكم تصوروا الحوار بالتليفون. Listen to the other interviewers هتسمع لباقي صحابكم بيتكلموا مع بعض والحوارات يعني المحادثات بينهم وبعضهم. Tell each pair one thing you like about their interview هتقول لهم على حاجة انت حبيتها في الحوار بتاعهم وحاجة تاني you think could be better لازم ايه يحسنوها يعني حاجة هما كانوا فيها perfect مثاليين او قالوها كويس وحاجة لا تقول لهم دي ما عجبتني شوفوا ايه تخلوها كذا او ايه تحسنوا من ايه من الحتة دي ايه شوية. وبكده يا ولاد انتهينا من شرح حالة تدريبات الدرس التاني من الوحدة التاسعة من كتاب المدرسة للصف السادس كونكت 6 الترم التاني 2024. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا ليسون 3 الدرس التالت. ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات يا ولاد واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق. كانت معكم ميس هبه رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.